إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. رحمة الله وبركاته. عصر اليوم الاثنين 26 شوال 1442 سيتم تجديد وافتتاح مسجد الخيرات الذي بني على نفقة الشيخ عمر أبو بكر بجع جزاه الله خير. طبعا مسجد جميل وكبير وحلو، لكن دائما أنا لي كده رأي أتمنى أن هو نفذ قديما، كان أهل أول زمان المساجد كانت بهذه الطريقة، مسجد الحنفي فيه في جدة، مسجد الهادي في الطائف، أسفل المحلات يبنى محلين ثلاثة تجارية ريعها يكون للمسجد وللصرف عليه، سواء تكاليف الإمام، المؤذن، العاملين، النظافة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. من هذا اليوم المبارك افتتاح هذا الجامع الذي كان من أول الجوامع في حي النهر، أسس عام 1406 يعني قبل 36 عام، على الشيخ حمزة أمين عين الدين رحمه الله ومجموعة من أهل الحي. والآن في هذه الحلة الجديدة وهذا المسجد الجامع طراز الحديث نشكر الله سبحانه وتعالى، نشكر الشيخ عمر أبو بكر باجع جزاه الله الخير على هذا الجامع المبارك. الآن عندنا مع أخونا وحبيبنا الأستاذ عبد الله عبد الجبار قصيدة صغيرة للقيل، تفضل يا شيخ. في سكتة أو زهدة في الكلام أعفو يعني شاركوني فيها، ترى أنا ما أعرف الشيخ والله ما أعرف واحد عزمني على اني احضر الاحتفال، قلت له ايش الموضوع؟ فجيت صورت وشفت انا اعرف المسجد ده لاني انا اول واحد سكن في الحاره دي من 41 سنه. 41 سنه كنت بعدين لما تاسس جيت كان مسجد حتى التكابير حتى المقراط وفيها الاشياء اللي كده. والله بارك الله في باجع فور والبنائين، والبنائين لولاهم ما تمت الانجازات. بارك الله فيك يا شيخ عمر ويكرمك وتجاوز العاجبات ويجعل البركة في نسلك مستمرة، الذرية وذرية الذريات. اللهم لا تنكس لنا آية ولا تسكت تبديل آية لتظل مرتبات. بتوفيقه أيها الأفاضل تم لنا ذلك، لولاكم ما تم التجديدات. هذا هو الآن أمامكم، أصبح تحفة بجمال البناء والعمارات. الحمد لله الذي سخرك لهذا يا عمر، الحمد لله يا رب اكرمنا جميعا بالحسنات. الشكر الثاني لك يا باجع فور ولكل من له يد في هذه الشغلات. ها هو الان امامكم الجامع المبارك المجدد، جامع الخيرات. الحمد لله على ما حضانا به لنتبادل مع بعضنا البعض المباركات. فرحنا بمشاركتكم. الفرح بتجديدي هو لنا أعظم تشريفات. الصلاة والسلام على نبينا الصلاة الكاملة منا وله كل التسليمات. الحمد لله حمدا لمن له الحمد كله، حمدا لا يخفض من الممات. عبد الله سعادة الدكتور جميل الشهاوي قصيرة، تفضل دكتور. الجوهرة الجديدة أضيفت إلى الجوهرة الموجودة في حي النهر،
دعم كبير بهذا المستوى الراقي. ليلة تواجد الجميل هذا كله بتمنى إنه يستمر حضور بقدر إمكانه قدر إمكانه لأنه إنما يعمل مسامي الله ونعمل بالله ونعمل الشيخ عايز حي الله طار افتخر ونعتز وبإذن الله أن يخطى لجميع الجوامع كلها والمسامي والحرص على أنها هي تتنافس وتقديم خدماتها بقدر الإمكان. الخيرات المدن الجديدة مساحة 2200 متر مربع تسع إلى أكثر من 1000 مصلي. أيضا على مساحة 400 متر وفضل الله سبحانه وتعالى أن هذا الجامع فضل الله يكون في حينا في حي النهضة بهذا الجمال بهذا الشكل بهذه التقنية. الحمد لله شكرا للشيخ المتبرع الشيخ عمر أبو بكر وجعفر على هذا التبرع جزاه الله خير. الآن التكريم توضيح الجامع الجهة الخلفية والمبنى الخلفي. فالآن أرضي ودورات مياه الدورة الثانية ديوانية لأهل الحي الدورة الثالثة تحفيظ القرآن الكريم للنساء بعد كده دورة لسكن الإمام وسكن للمؤذن هذا الجامع. الحمد لله الآن شاشات العرض. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التكريم الحقيقي فجزاهم الله خيرا. ثم التكريم الثاني عمر على جهوده جزاه الله خير الدكتور. تكريم الاستاذ ماجد عمر ما جعفر وقف الاهالي حي النهضة المهندس والفنان تبع المسجد ما شاء الله. جزاه الله خير ماجد انك سالت الدين المهندس المشروع في لك كمامه يا ماجد نورنا. ايوه هي خير الله يسلمك تقعد يبين يا ماجد. تكريم الاستاذ محمد عمر ما جعفر برضه مكمل هذا الحي النهضة جامع الخيرات محمد عمر جعفر. محمد عمر با جعفر هو من ساهم معانا في افراغ الصك ويجيب ساعة معانا الى ما قدرنا نحصل على الصك وبعدين هذا فكان له جهود كبيرة. الحمد لله الحمد لله. المهندس عبد الرحمن الزهراني. المهندس عبد الرحمن الزهراني هو يصير المدير الشؤون الفنية في الأوقاف. المدير الشؤون الفنية في الأوقاف موجود هو يعتذر لأنه في اشتباه كورونا عنده. المهندس نواف الجهني. خلينا نواف الجهني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك. هو من قام بإنشاء الخرائط وال جزا الله خير. الشيخ محمد الرفاعي الجهني هو من قام بإنشاء الخرائط للتصميم والتراخيص البلدية الهدم والهذا جزا الله خير من مكتبه للأجر لله بدون أي جزا الله خير. بارك الله فيك. جزا الله خير. شكرا. عم محمد أبونا وأبو المسجد هذا أبو المسجد هذا وهو من قام يعني طول الفترة دي بالسعي للصلاة والأذان. جزاه الله خير. ما نقدر نديله معروف هذا شيء بسيط. الشيخ محمد الحارث جزاه الله خير على كلمته. الشيخ أبو ناصر من الناحلة سعوا معايا لإقناع
الشيخ عمر من شاعر المسجد ده. فرح في جيتنا وقال كل شيء علي. الله يسلمك. أجره عند الله إن شاء الله. الحمد لله. هو الشيخ عمر مو من سكان الحي؟ في لا؟ لا مو من سكان الحي. من نزل اليمانية. إيه. ورحتوا له عشان يساهم. رحنا له عشان نوصل له يعني كان فيلم. إيه. طيب ف. انت حبيبي مشهور في خليليا تكريم المهندس رويد بصر. حي على الصلاة.